صافي موت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قالوا لو ألم قتلهم لاتبعناكم رب الكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان رب الكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا أنا
أن تخشونه فالله أحق أن تخشونه حبتكم به قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله
أنتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا أرضيتم بالحياة الدنيا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه إلا تنصروه إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان أردا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم لكاذبون والله يعلم إنهم لكاذبون والله يعلم إنهم لكاذبون ومنهم من يقول صلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم إن تصبك حسنة تسؤهم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا أن قد أخذنا أمرنا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا هم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا هو مولانا وعلى الله فليتوكل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديهم فتربصوا إنا معكم متربصون الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 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 إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.